بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. يمكن في الحلقات اللي فاتت وفي الفترة الأخيرة دايما الحمد لله بنبدأ الحلقة بالحديث عن الانتصارات والبطولات والألقاب اللي بتتحقق على جميع الأصعدة داخل النادي الأهلي. مش بنتكلم في قطاع كرة القدم فقط، ولكن كمان روحنا للنشاط الرياضي. بالأمس إنجاز جديد بيتحقق لفريق الكرة الطايرة رجال، بيجمع الدوري والكاس بعد غياب هذه الثنائية خلال آخر سنتين. فريق الماسترز رجال للكرة الطايرة كان دايما بيحقق كل سنة دوري وكاس وإفريقيا وسوبر، ويمكن حصل كده دروب في فترة معينة بفعل فاعل نتيجة أحد الأندية حب يتعاقد مع لاعبي النادي الأهلي، ولكن في النهاية الأهلي بمن حضر قدر فريق رجال الكرة الطايرة ان هم يثبتوا تواجدهم، يظهروا بشكل كويس، والسنة دي حققوا الرباعية. والرباعية على حساب مين؟ على حساب نادي الزمالك. فازوا بالدوري، فازوا بالكاس بالأمس على نادي الزمالك 3-1، الفوز بالبطولة الإفريقية منذ فترة قريبة جدا، والفوز ببطولة السوبر. ألف مبروك لرجال الكرة الطايرة على هذا الإنجاز الطيب. ألف مبروك لقطاع النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي، مبروك مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مبروك جماهير النادي الأهلي. الفترة الأخيرة كانت في محاولات كثيرة لإرباك يعني قطاع النشاط الرياضي بالتعاقد مع لاعبين موجودين داخل النادي الأهلي، ولكن فريق الطايرة رجال، فريق الطايرة سيدات، كرة السلة إنجازات طيبة جدا آخر سنتين ثلاثة، فريق كرة اليد رغم الخسارة في نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية ولكنهم تأهلوا إلى كأس العالم للأندية بعد الفوز على الزمالك في السوبر الإفريقي. النشاط الرياضي الفترة الأخيرة بيحقق إنجازات طيبة، بالتأكيد لازم نبارك للجميع على هذه الإنجازات، زي ما بنبارك لفريق الكورة اللي قدر يصل للنهائي التاريخي للعام الخامس على التوالي في مواجهة مع الترجي التونسي يوم 18 و25 مايو من الشهر القادم. مهم جدا كان لازم نبدأ هذه المقدمة لأن بجد في سعادة وفي فرح لدى جماهير النادي الأهلي في الفترة الأخيرة على انتصارات النشاط الرياضي وتحديدا فريق كرة الطائرة اللي نجح أنه يعمل الرباعية. وحتى النهاردة الكابتن محمود الخطيب عامل اجتماع وحفل تكريم لأسرة النشاط الرياضي ولفريق كرة الطائرة على هذا الإنجاز الطيب جدا. كده على طول في حموتها وانت لسه كسبان، اضرب على الحديد وهو سخن، اعمل الاحتفالية وبارك للعيبة وفرح جمهورك بهذه الإنجازات الكبيرة جدا اللي بنعيشها وبنشوفها على مدار أكتر من حوالي 6-7 سنين، رغم صعوبات كبيرة جدا بيواجهها النادي الأهلي على كافة الأصعدة. ألف مبروك، والنهاردة بالتأكيد هنتكلم على هذا الإطار وهذا الموضوع.